حسن صغيري الأمير بالصرف لإدارة الجمارك بالناظور تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، وبتنسيق مع المصالح المختصة قامت إدارة الجمارك في هذا اليوم بعملية إتلاف وإحراق كمية مهمة من المخدرات المحجوزة بلغ وزنها الإجمالي حوالي 26 طن و 219 كيلو جرام، وقيمتها الإجمالية 262 مليون درهم و 635 ألف درهم، أي ما يعادل 26.2 مليار سنتيم. وهي موزعة كالتالي: 26 طن و 23 كيلوغرام من الشيرة، 151 كيلوغرام من الكيف، 315 غرام من الكوكايين، 6.5 غرام من الهيروين، 9686 قرص من أقراص الهلوسة. هذه الكميات المتلافة هي مجموع ما تم حجزه خلال الثلاثة أشهر أو أقل من الثلاثة أشهر الأخيرة ابتداء من آخر عملية إتلاف بتاريخ 17/2021 من طرف المصالح المختصة من عناصر للدرك الملكي والشرطة والجمارك العاملين داخل النفوذ الترابي للمحكمتين الابتدائيتين بالناظور والدريوش. هذه العمليات هي تدخل في صميم محاربة محاولة تصدير المخدرات إلى الخارج بدون ترخيص ولا إذن من إدارة الجمارك، وكذلك محاربة حيازة المخدرات الأجنبية بدون سند صحيح، وهي نتاج المجهودات الجبارة التي يتكلفها والتي يقوم بها جميع العناصر المتدخلين درك وشرطة وجمارك وجميع العاملين أو المتدخلين في ميدان محاربة هذه الجرائم بشتى أنواعها، فلهم الشكر الجزيل ولهم يعني كامل التوفيق لمحاربة هذه الظاهرة المنتشرة التي تتمثل في محاولة تصدير المخدرات بدون سند صحيح ولا ترخيص والحيازة غير مبررة للمخدرات القوية. وشكرا لكم وشكرا لهم وشكرا. الأستاذ محمد هدهود نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، في إطار لجنة مختلطة مكونة من عدة متدخلين وتحت إشراف هذه النيابة العامة تم إتلاف وإحراق كميات هامة من المخدرات وكذا المؤثرات العقلية، وقد توزعت هذه الكميات: مخدر الشيرة حوالي 26 طن و 23 كيلوغرام، مخدر الكيف حوالي 151 كيلوغرام، مسحوق طابة حوالي 43 كيلوغرام، مخدر الكوكايين 315.45 غرام، مخدر الهيروين 6.5 غرام، الأقراص المهلوسة حوالي 9686 وحدة من الأقراص.
هذه العملية هي هذه الحصيلة هي نتاج الفترة الممتدة من تاريخ 17/2/2021 كآخر عملية إتلاف إلى حدود يومه، وهو مجموع المحجوزات التي قامت المصالح الأمنية وكذا الجمركية بحجزها، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والمتواصلة التي تقوم بها في سبيل محاربة ظاهرة حيازة المخدرات والتجار فيها وكذا تهريبها دوليا.